السلام عليكم. في زمن يتحرك فيه العالم بسرعة إلى الأمام وتصطرع فيه الأمم على فرض نفوذها ومفاهيمها، تشهد المنطقة العربية تحولات سياسية واجتماعية عميقة. خلفت هذه التحولات وما تزال آثاراً على شريحة الشباب في صور عدة، ووضعتهم أمام تحديات كثيرة لا تقتصر على خوضهم المعركة من أجل المشاركة في صنع القرار. في هذه الحلقة من برنامج حديث العرب التي نبحث فيها مستقبل الشباب العربي، نتوقف عند ثلاثة محاور: الآثار التي خلفتها التحولات السياسية على الشبان العرب، وأولويات هؤلاء الشباب، وأي مستقبل ينتظر هذه الشريحة التي هي عماد أي نهضة أممية. أهلا بكم. يتطلع الشباب في الوطن العربي كباقي شباب العالم إلى تحقيق آمالهم وطموحاتهم في مستقبل رغيد يضمن لهم عيشا كريما في بلدانهم، لكن ثمة تحديات وعوائق تحول دون ذلك، لعل أبرزها التوترات السياسية والحروب التي أحرقت بنارها أغلب الدول العربية لتنتج جيشا من الشباب عاطلا عن العمل، هاجسه الأكبر الحصول على وظيفة. ووفقا لتقديرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وجامعة الدول العربية، فإن اقتصادات المنطقة تحتاج إلى توفير 51 مليون وظيفة خلال عام 2020 لمواجهة الطلب من السكان غير العاملين وأولئك الداخلين إلى دائرة القوى العاملة. مركز الأبحاث كارنيجي أدومنت من أجل السلام الدولي حذر من خطورة ظاهرة البطالة المتزايدة في المنطقة العربية، معربا عن قلقه من الآثار السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي على الأغلب ستؤثر سلبا على الأمن في المنطقة. عدد كبير من دول المنطقة العربية وصل إلى ذروة التضخم الشبابي، ومن المتوقع أن تبدأ نسبة الشباب في الانخفاض في معظم تلك الدول خلال السنوات القادمة بحسب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. فساد الأنظمة السياسية وفقدان الهوية والتعليم والضغوطات الاقتصادية وغيرها تحديات أخرى تقف أمام فئة الشباب، ما جعلهم نواة الثورات العربية التي هبت لاقتلاع جذور الفساد، كما هو الحال في تونس ومصر والجزائر وليبيا وشباب ثورة تشرين في العراق. للحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا في الاستوديو الأستاذ أسامة الملوحي، رئيس هيئة الإنقاذ السورية، وعبر سكايب من الجزائر الأستاذ يحيى بوزيدي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة سيدي بالعباس. أهلا ومرحبا بكم ضيفي الكريمين. نبدأ في الاستوديو أستاذ أسامة. بداية، كيف يمكن رصد التحولات التي أصابت المجتمعات العربية وخصوصا التي أصابت منها فئة الشباب، بين ما هو سياسي وما هو اجتماعي، كيف ترصد هذه التحولات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أنا أشكر كل فريقك وأشكرك شخصيا على طرح هذه المواضيع التي هي ليست فقط هامة وإنما أساسية جدا، لأن الشباب هم الذين غيروا إن حصلت تغييرات. الشباب هم الذين استهدفوا عندما التغيرات أو التغييرات التي حصلت استهدفت، فالمستهدف هو الشباب. نحن نتكلم عن الفئة المستهدفة، ومع احترامنا لكل الأجيال التي هي من غير الشباب، لا نتكلم عن الأجيال صغار السن، ولكن كبار السن هم يقولون عن أنفسهم بأنهم قد يعني ذهبت ريحهم وذهب تأثيرهم، وأن المجال مجال العطاء الذي يعني كان فرصة لهم عندما كانوا شباب وكذا فرطوا كثيرا، ويعني سمحوا لدكتاتوريات أن تستلم في بلادهم، وسمحوا لتغييرات سلبية خطيرة أن تحصل. لذلك كأساس أولي الشباب هم كل شيء. إذا كان استهدف مجتمع فالشباب هم المستهدف، إذا حصلت تغييرات فالتغييرات غير المخطط لها كمؤامرات تحاك في الخارج لتطبق في بلادنا، التغييرات التي حصلت في بلادنا وكان منبعها ذاتي هي تغييرات بأيدي الشباب. إذا عددنا هذه التغييرات بسرعة خلال العشر سنوات الأخيرة، لن نستطيع إلا أن نضع الثورات، ثورات الربيع العربي، في لب هذه التغييرات، ونفصل فيها كثيرا، لأنه هناك كثير من الأمور
يعني كانت من خلال هذه الثورات والثورات المضادة. عندما حصلت ثورات مضادة وهذا أمر آخر غير الثورات، عندما حصل أيضا المستهدف كان هو العنصر الشاب، الشباب العربي هم المستهدفين بالثورات المضادة. أنت تعلم أن ثورات الربيع العربي من قام بها هم الشباب حصرا، هم الشباب بنسبة غالبة فوق 90%، هم الشباب الذين ملأوا الميادين، هم الذين قاموا بالمظاهرات وقاموا بما يجب أن يفعل بدافع وطني ودافع عروبي ودافع إسلامي بكل هذه المعاني. الذي قام بهذه الأمور هم الشباب. نضيف فيما يتعلق بما يحصل مؤخرا ربما يعني على المكشوف أيضا التطبيع مثلا مع الكيان الصهيوني، هذا تغيير خطير، كشف العلاقات السرية أو خروج العلاقات السرية مع الكيان الصهيوني من كثير من الدول إلى العلن. هذا أيضا أنا في تقديري عندما رصدوا ضعف الشباب العربي بعد العشر سنوات الأخيرة، عندما لمسوا أن الضعف وصل لمرحلة يستطيعون أن يخرجوا أو أن يخرجوا الاتفاقات السرية التي كانت مع الكيان الصهيوني إلى العلن. إذن الموضوع يتعلق بالشباب أيضا. عندما نتكلم عن كورونا وهي حديث الساعة، أيضا المستهدف هم الشباب. عندما نعلم أنه مثلا على مستوى العالم هناك 50 مليون فقدوا وظائفهم، فقدوا أعمالهم، لم يصبح لديهم أمل حتى في المستقبل لأن هناك شركات أغلقت وهناك كساد وما تعلم. جزء من 50 مليون ربما أكثر من 10 ملايين هم من العرب من هذه المنطقة، لأنها أنك تعلم أنهم خرجوا ليس في ديارهم فقط، وديارهم مبتلى من قبل كورونا بالفساد وبالديكتاتورية التي أيضا هي تجعل الفقر والجوع يمس الشباب خاصة، ولكن الهجرة أيضا يعني مستهم. اليوم كنت في حديث من أجل هذا البرنامج القوي مع أحد الشباب الذي رجع من أوروبا، وكان الحديث مفاجئ لي، يعني مفاجئ أنه لماذا رجعت، وذكر لي تفاصيل بما معنى أنه حتى الوظائف مست الشباب العربي في بلاد المهجر في أوروبا. طب لو أذنت لي أستاذ أسامة، يعني قبل أن أتحدث عن صور هذا التأثر الذي سأسألك عنه بعد قليل، لكن استهداف الشباب العربي برأيك هل كان متعمدا لأنهم شباب أم أنهم وقعوا كونهم شريحة ضمن شرائح المجتمع فخضعوا لهذا التأثير الذي هو عام وأصاب المجتمعات كلها؟ إطلاق النار على المجتمعات العربية في تقديري لن يصيب إلا الشباب، وإذا أصاب غير الشباب فالخسائر قليلة أو التأثير الهدام لن يكون ذو أثر قوي. الشباب مستهدفون طبعا، عندما لا نريد أن ندخل بقضية نظرية المؤامرة أو غير ذلك، لكن كلنا حتى الذي يرفض نظرية المؤامرة يعلم بأن هناك إعدادات وتخطيطات وتنفيذات ووجود لقوى كبرى على أراضينا تنفذ تفعل تستثمر الأحداث، ربما إذا لم تصنع أحداث ضدنا هي تستثمر. لذلك الشباب طبعا الشباب هم المستهدفون. وأنا في تقديري ليس فقط في تقديري أنه الغرب فوجئ، لا والله نحن فوجئنا بموقف الشباب حتى من الناحية الإيجابية ليس فقط السلبية، لن نتكلم فقط عن الناحية السلبية، فوجئنا بالوعي الذي كنا نتوقع أنه غير موجود إلى هذه الدرجة، وعي موجود. الثورات العربية زادت وضاعفت من هذا الوعي، هناك فهم كامل. هلأ قضية أنه في تحرك للشباب ضد ما يؤذيهم ويؤذي أوطانهم وإلى ما هنالك، هذا أمر آخر سنناقشه إن شاء الله، لكن وعي ومعرفة بما يحصل الآن شيء غريب. يعرفون ويعرفون من هم المسببون ويعرفون كل التفاصيل، ويبقى قضية أنه يبدأوا بعمل يعني للإنقاذ، هذا أمر آخر. يعني هذا الآن يعني أنت أجملت صورة نوع من التحولات الحاصلة في المنطقة العربية التي أثرت على شريحة الشباب وفئة الشباب في المجتمعات، لكن ماذا عن صور كيف تجلى هذا التأثر من الشباب بهذه التحولات؟ صور هذا التأثر هم صنعوها. يعني على فكرة يعني احنا عندنا حدث ورد فعل على هذا الحدث حقيقة، يعني في قضية الثورات العربية وما تبعها الذي صنع الحدث هم الشباب. أنت تابعت بدقة
ماذا حصل في مصر مثلا، ما حصل في مصر على وسائل التواصل الاجتماعي، كيف أنهم حرضوا بعضهم البعض، وكلمة تحريض يجب أن المشاهد أن يعلم أنها كلمة يعني إيجابية وليست كلمة سلبية، كيف أنهم حرضوا ضد الدكتاتورية، حرضوا من أجل الحريات وخرجوا إلى الميادين، ثم بعد ذلك اشتعلت الثورة في مصر وهي أكبر حدث خلال ربما النصف قرن الأخير. وعندما نجد حتى الأمر رهيب، يعني أنا عندما أسمع مثلا في استاد رياضي أسمع من الشباب المغربي قبل مباراة ضخمة بحضور جماهيري ضخم جدا أسمع شعارات وكلمات، فوجئت تغطي الوطن العربي كله، يعني العربي كله يتكلمون بهتافات واضحة ماذا فعلوا بهم. لعلك تذكر أن المخدرات كيف آذتهم، كيف الرجاء البيضاء فعلوا بهم. نعم نعم، يعني هذه لفتة، هذه عينة، تقول عينة بعشرات الآلاف حضروا في مكان وعبروا عن آرائهم، هذه ناحية إيجابية. لكن أستاذ أسامة، يعني أنت يبدو حتى الآن تمتلك صورة إيجابية عن طبيعة التحولات الحاصلة أو التأثيرات التي مست، سأعود يعني إليك، لكن دعني أتحول إلى ضيفنا في الجزائر الذي أصبح جاهزا. أستاذ أسامة أرحب بك، لو تحدثنا بشيء من التحديد عن الظلال التي أرختها التفاعلات السياسية والأمنية التي تضرب المنطقة العربية والتي مست الشباب على وجه التحديد، ما هذه الظلال؟ شكرا جزيلا لقناة الرافدين على هذه الاستضافة. يعني عند الحديث عن الشباب العربي هناك ثلاث خصائص أو خاصيتين وبعد يجب التركيز عليهما في هذا الموضوع. أول خاصية أن هذه الفئة تمثل نسبة كبيرة من المجتمعات العربية، يعني فوق 25%، هذه أول خاصية. خاصية ثانية أن هذه الفئة متعلمة مقارنة بالأجيال السابقة، هذه الفئة متعلمة أو أكثر تعليما. البعد الثالث، هذه الفئة أكثر، لا أقول انفتاحا، لكن أكثر إدراكا لما يجري حولها بفعل التكنولوجيا وما تتيحه من إمكانيات لمعرفة ما يحصل في العالم. إذن هذه الأبعاد الثلاثة أو الخصائص لما ننطلق منها ونتناول موضوع الشباب العربي بالدراسة وكيف أثرت عليه انتفاضات الربيع العربي منذ 2011، هناك عنوان عريض يمكن قوله هنا وهو الإحباط. الشباب العربي حاليا أصيب بإحباط كبير وخيبة أمل، لأنه في بداية الثورات علق آمال كبيرة عليها وبات يحلم بغد أفضل، بات يحلم بغد فيه ديمقراطية، فيه تداول على السلطة، فيه فرص عمل وغيرها من الآمال. ولكن تدريجيا بعد الثورات أو الانتفاضات أو الثورات المضادة والانتكاس التي يعرفها الربيع العربي، عادت خيبة الأمل والإحباط بين الشباب العربي. أضرب مثال بسيط في هذا الجانب، يعني مثلا في الجزائر منذ في بداية فبراير 2019 مع بداية الحركة الشعبية الجزائرية انقطعت في لبضعة أشهر ظاهرة الهجرة غير الشرعية أو ما تصطلح عليه في الجزائر بظاهرة الحرقة، انقطعت تماما. في شهر جويلية الماضي شهدت شواطئ إسبانيا في ظرف 24 ساعة فقط وصول 454 جزائري على متن 31 قارب، وكان الحدث كبير جدا وأثار تساؤلات لدى الرأي العام الإسباني. ما التفسير العملي لهذا الحدث؟ تقريبا يعني هناك كما أشرت الإحباط، فقدان الأمل، يعني مثلا الجزائريون علقوا أمال كبيرة على الحراك الشعبي ونهاية العهدة الخامسة، وكانت على لديهم أمال في حصول تغيير سياسي في تسليم المشعل للشباب. لكن الأحداث السياسية لاحقا أظهرت أن السلطة تعيد تدوير نفسها بنفس الميكانيزمات السابقة، وبالتالي أصبح الأمل في التغيير يتلاشى عند الكثير منهم، واستمرت البطالة، خاصة أنها تزامنت يعني مع كورونا بغض النظر عن التفسيرات المسببة لها، لكن الواقع الحال أنها كانت لديها انعكاسات اقتصادية سلبية كبيرة.
بالتالي عادت هذه موجة الإحباط واليأس من التغيير في البلدان العربية، لذلك عاد الشباب إلى الانطواء والانزواء والابتعاد عن العمل السياسي، وأيضا البحث وإن كان التعبير على نفسه عبر مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من الوسائل التي تظهر مدى إحباط هذا الشباب، خاصة أنه يدرك ما يحصل حوله وأنه متعلم، وإذا هذا التعليم والمعرفة والتكنولوجيا كلها تجعل يعني تضاعف من حالة الإحباط واليأس من التغيير السياسي بسبب الأنظمة التسلطية العربية. لكن 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 أستاذ يحيى، يعني هنا كلامك فيه شيء من التصادم إذا صح التعبير مع ما قاله ضيفنا في الاستوديو الأستاذ أسامة، من أنه تفاجأ بحجم الوعي الذي يمتلكه الشباب. هذا الوعي ألا يتعارض مع ما تفضلت بذكره من أن الشباب العربي أصيب بالإحباط مباشرة؟ ألا ينبغي أن يتحلى بالوعي الكافي والذي يقوده إلى إدراك أن عملية التغيير تحتاج إلى سنين طويلة وليست بين يوم وآخر أو سنة وأخرى؟ هو تقريبا لا نختلف كثيرا من حيث الوعي بما يحصل. الوعي بما يحصل فعلا، يعني الشباب الحالي بفضل التعليم كما قلت والتكنولوجيا هو يدرك جيدا في توصيف واقعه، هو يدرك جيدا، لكن في آليات التغيير، آليات التغيير هناك ضعف في الإدراك هذه الآليات، لأنه ما زال التعويل على الفعل الاحتجاجي والحركات الاحتجاجية، بينما التغيير السياسي لما نراجع يعني التجارب مختلف دول العالم يحتاج إلى أطر مؤسساتية، إلى أحزاب وغيرها، إذا المهم تكون أطر مؤسساتية يشتغل من حولها، باعتبار أن التغيير السياسي عملية طويلة المدى وليست سريعة. الاحتجاجات، الحركات الاحتجاجية والثورات هي ظرفية آنية وتركز على المظاهرات والاحتجاج، والتغيير غالبا لا يكون بالحجم الكبير جدا. الحجم الكبير والتغيير الجذري يكون عبر، خاصة إذا كان هناك اعتماد الأدوات السلمية، يحتاج إلى نفس طويل جدا ويحتاج إلى أطر مؤسسية. الشباب العربي حاليا ينفر كثيرا من يعني الأطر المؤسسية. هل المشكلة أستاذ يحيى، يعني قبل أن أعود إلى ضيفي في الاستوديو، يعني أبني على ما تفضلت به، هل المشكلة وتحديدا في الجزائر وهو مثل مهم، هل المشكلة في الشباب الجزائري الذي غفل عن آليات التغيير، أم المشكلة في النخب التي قادت الشباب الجزائري وهي نخب حزبية قد تكون؟ أين المشكلة؟ هي مشكلة في الجميع للأمانة، قد نختلف في نسبتها، لكن تبدأ من حيث المبدأ المشكلة للجميع، لأن النخب فعلا النخب الحاكمة طبيعي أنها تسعى للحفاظ على بقائها واستمرارها في السلطة بمختلف الوسائل، فهذا أمر طبيعي لا أبرره ولكن أنا أفسره، أمر طبيعي أن أي نخبة سياسية تعمل على المحافظة على نفسها والبقاء في السلطة بمختلف الأدوات سواء الناعمة أو الصلبة، ولاحظنا ما حصل في الكثير من الدول العربية. بالنسبة للنخب السياسية أيضا، يعني هناك الكثير من الإخفاقات، بعضها ذاتية متعلقة بهذه النخب، وبعضها الآخر مرتبط بممارسات السلطة السياسية، والشباب أيضا يتحمل قدر من المسؤولية، لأنه أستاذ يحيى معذرة عن المقاطعة، نقاط مهمة أشرت إليها أريد أن عطفا على ما ذكرته أسأل الأستاذ أسامة. كما ذكرت إحباط وغياب الوعي بوسائل وآليات التغيير، كيف يستقيم هذا الكلام مع الشباب الذين هم حقيقة كانوا مصدر التغيير؟ لو لم يتم هذا التغيير يكتمل، لكنه حصل التغيير في المنطقة العربية، كانوا مصدر التغيير، كيف يمكن التوفيق بين أن يكون الشباب مصدر القوة والتغيير وبين أن يكونوا هم الأضعف الذين تلقوا القدر الأكبر من الأثار السلبية في عملية التحولات الحاصلة؟ يعني أنا تكلمت عن الناحية الإيجابية والمحت، لأنه سنذكر النواحي السلبية، يعني طبعا الإحباط واليأس والهروب، الهروب حتى من الأوطان والهجرة كما أشار الأستاذ إلى أوروبا وإلى غيرها، هذا موجود، ولكن نحن نحتاج إلى دراسة معمقة لنعلم النسب فعلا. أريد أن أحيي إذا سمحت لي الشباب الجزائري العربي الذين غسلوا عار السكوت والنوم والترهل لربع قرن، يعني حصل بعد العشرية السوداء
حصل نوم وترهل وإلى ما تعلم من تفاصيل في الجزائر، هذا الشباب العربي أحيانا ويعني رفع فينا درجة الأمل إلى درجة كبيرة جدا. وأقول وأذكر ضيف الكريم بأنه أخشى ما كانت تخشاه الدوائر الفرنكفونية الموالية لفرنسا أو لأمريكا أو الدوائر المعادية للجزائر الحاكمة في الدولة العميقة، كانت تخشى أن يكون هناك أن ينبثق من الحراك الجزائري إطار تنظيمي. إطار تنظيمي يعني أنه المتظاهرون ينتخبون، وهذا حصل يعني حصلت بوادر أن يكون هناك إطار تنظيمي من خلف الحراك. هذا الإطار التنظيمي مهم جدا، يعني أنت عندما يكون هناك عمل منظم، دعاية منظمة، سياسيين يقومون بعمل سياسي مرتب بخطوات يستثمرون هذا الحراك، لكن ما حصل هذا كلام طيب. نعم. لكن الآن هناك سكون تام وإحباط ومحاولات للهجرة. الشباب غير مسؤول عن هذا الأمر، لأنه النخب السياسية التي لديها خبرة بين قوسين، خبرة فشل طبعا، هي يعني نخب سياسي أو تجمعات سياسية أو أحزاب سياسية تقليدية فاشلة. الحاصل أن الأثر الكبير على الشباب كان لهم دور تآمر، يعني معظمهم كان يرفض أن ينبثق عن الحراك شيء تنظيمي، شيء مرتب يستثمر الحراك ويعني يخطو خطوات تجاه الديمقراطية. لذلك حصل ما حصل، وأنا أعتقد أنها جولة. والشباب الجزائري بعد ما رأينا منه ما رأينا، أنا متأكد أنه لن يسمح لما يسمى بالدولة العميقة الموالية للخارج في الجزائر أن تفعل ما تريد. اليوم لدينا يعني خطوة كبيرة تجاوزها الشعب الجزائري حتى في الرقابة، رقابة المفسدين والفاسدين والسارقين إلى ما هنالك. هناك أمور، لكن في النهاية عندما نلخص هذه الحلقة المفيدة حقيقة، يجب أن نقول أنه يجب أن يكون هناك إطار تنظيمي، إطار تنظيمي معلن يتبنى، يضع خطوط، يضع خطوط استراتيجية ويضع خطوات تكتيكية. الشباب وحده هكذا يعني لن يستطيع فعل شيء إلا التحريك، وما زال الأمل الشعب الجزائري. أما أن الثورات المضادة حصل من وراء إحباط وهروب طبعا، لكن إلى حد ما. وأنا أعتقد أنه الذي هرب أو أحبط لم يكن من المشاركين الأساسيين في الحراك الثوري لنقول، أو الحراك ضد الفساد وضد يعني كل الظواهر السلبية التي كانت في البلاد العربية، لم يكونوا أساسيين حقيقة. طيب الآن ربما هذا التحول ترك أثرا ربما على أولويات الشارع العربي والشباب العربي تحديدا، ما طبيعة أولويات الشباب العربي في المرحلة المقبلة؟ نبحث في هذا الموضوع بعد فاصل قصير. مشاهدينا الكرام، ننوه لحضراتكم أن التردد الجديد لقناة الرافدين الفضائية هو 10727، الاستقطاب أفقي على مدار القمر نايلسات. لذا يرجى من متابعينا الكرام ضبط أجهزة الاستقبال على التردد الجديد. أسعدكم الله، وهذه عودة لمواصلة الحديث عن الشباب العربي وأولوياته في زمن التحولات. أذهب إلى الجزائر مع الأستاذ يحيى. ما القضايا الكبرى التي تتربع على عرش سلم الأولويات بالنسبة للشباب العربي ويرون الحاجة الماسة إلى إنجازها؟ أبرز هذه القضايا برأيك. تقريبا يعني هناك مسألة محورية ولربما تتفرع عنها القضايا الأخرى، العنوانها أيضا العريض هو تحسين ظروفهم المعيشية. والشباب العربي لما مثلا برنامج الأمم المتحدة الإمائي يشير إلى أن المنطقة تحتاج إلى 51 مليون وظيفة في سنة 2020، ومع أزمة كورونا إذن تضاعفت هذه الظاهرة. فلدينا مثلا ظاهرة أخرى مهمة يمكن نشير إليها، هي ظاهرة البطالة بين المتعلمين، وأيضا ظاهرة الدكاترة البطالين التي كانت موجودة في مصر والآن انتشرت في الكثير من الدول، بينها مثلا الجزائر كانت الأسابيع الماضية شهدت احتجاجات من طرف هؤلاء. فتقريبا العنوان العريض هو تحسين الظروف المعيشية
وإيجاد فرص عمل، وهذا هذا الوضع أمام متطلبات العصر الحالي يحتاج إلى مداخيل كبيرة والتكلفة أيضا المعيشية كبيرة جدا. إذن هذه التناقضات تجعل الشباب العربي بشكل عام في حيرة من أمره. هو دائما يربط ما يحصل بالسياسة بالنخب الحاكمة، بظاهرة الفساد، بالمحسوبية، بالرشوة وغيرها من المشكلات التي تتحمل مسؤوليتها الأنظمة السياسية العربية. إذن هنا التغيير مرتبط بذهاب هذه النخب الحاكمة وبناء الدول على أسس الديمقراطية، على أسس القانون، على أسس العدالة، والتي في اعتقادهم هذا هو المدخل الأساسي لتحسين ظروفهم. لكن كما سبق الإشارة، دائما مسألة التغيير السياسي تتطلب جهود ومراكبة أعمال على المدى البعيد، وهنا يجد الشباب في حيرة من أمره بين تحسين ظروفه حاليا بأكثر الطرق وبين انتظار التغيير السياسي. وهنا انقسم الشباب العربي إلى ثلاث فئات: فئة تقاوم وتسعى للتغيير بمختلف الوسائل، فئة أخرى متسلقة اندمجت داخل الأنظمة السياسية وتحاول أن تحسن من ظروفها من خلال الاستفادة من منظومة الفساد الموجودة وغيره، وفئة أخرى تهرب من الواقع عن طريق الهجرة غير الشرعية أو الهجرة الشرعية وغيرها. طيب، من الأدوات. استهللت جوابك بالحديث عن سبل العيش التي يبحث عنها الشباب على رأس الهرم الأولويات في هذه المرحلة، وهذا ربما ينسجم، وهنا أتحول إليك أستاذ أسامة، هذا ما قاله الأستاذ يحيى ينسجم مع ما قاله مع دراسة أجراها مركز الشباب العربي في العاصمة الإماراتية أبوظبي، دراسة موسعة شملت 7000 شاب وشابة من 21 دولة عربية، وصلت إلى 3 أولويات أساسية. أكثر من 70% من المستهدفين اختارها، وهي أولا الاستقرار، العيش والاستقرار، ثم بعد ذلك على التوالي التعليم والرعاية الصحية. كيف يمكن تحليل هذه الأولويات في سياق تحليل ذهنية الشباب العربي في سياق هذه التحولات الحاصلة؟ يعني خاصة لأنها دراسة أجريت في الإمارات. طبعا لا يوجد دراسات في الحقيقة بالعموم، دراسات محايدة وموثوقة وعلمية ورصينة. أنت عندما تضع أمام الشخص أنه تشرب قهوة ولا شاي، تضع أمامهم خيارين، سيختار 7000 ولا 100000، سيختار إما قهوة أو شاي. وضعوا أمامهم هذه الأمور التي ليس فيها مبادئ، ليس فيها أمور قضايا وطنية أو قضايا عروبية أو قضايا إسلامية، وضعوا أمامهم بضعة أمور كلها معاشية، يعني صحة، تعليم، الأكل، الطعام، فوضعوا أمامهم فاختاروا هكذا. هذا توجيه ويعني سخيف حقيقة ومكشوف مفضوح، ويعني يندرج. هو الأستاذ يحيى في الجزائر قال لك أن الشباب العربي محبط وهو يبحث عن الاستقرار. يعني هذا المركز بالنهاية لم يجي في الواقع. هذا الكلام نسبيا بدهي. طيب، يعني أنه الشباب العربي يريد أن يبقى أن يعيش، يعني أن يأكل، أن يطعم عائلته، هذا أمر بدهي. فأن نتحدث الأمور البدهية، لكن إذا قلت له ما رأيك بقضية فلسطين، ما رأيك ببقاء هذه الدكتاتوريات، ما رأيك بكذا، وضعت أمامه خيارات، ستجد الكلام يختلف. لكن أن نقول والله الناحية المعاشية بالطبع يريد. اليوم حدثني أحد الشباب اليوم قال أنا همي الوحيد، والله سألته السؤال الذي أرسلته لي، فقال لي أنا همي الآن أن تبقى عائلتي على قيد الحياة في سوريا، فأنا أعمل هنا في تركيا كذا 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 كذا. فصل لي الأولوية حتى يبقى على قيد الحياة. هل تعلم أنه أثناء كورونا يعني تحدث كثيرون عن وجود مؤامرة لتقليل عدد البشرية، العدد السكان، أنه مليارات تختفي من وراء، ليس فقط من وراء المرض، وإنما من وراء التعطل الاقتصادي الذي ولن ينال إلا من الشباب، لن ينال إلا من الشباب، لأنه هم القوة العاملة الرئيسية في كل أنحاء العالم. لذلك الشباب مستهدف، أحس، شعر، رأى أمام عيني أنه مثلا حصر في البيت بحجة كورونا. حتى الحراك السياسي
جمدوه بحجة أنه ممنوع التجمع والتواصل، وأنت تعلم ذلك، استثمروه. هذه الحكومات الدكتاتورية الموالية والوظيفية الموالية للغرب لها دور كبير جدا في يعني التأثير السلبي على الشباب. على كل الأحوال نحن نتحدث عن أمر بدهي، لا تضعوا الأمر البدهي من ضمن خيارات، ولا تقول أنه بده يبقى على قيد الحياة، أنه بده يبقى يوفر لقمة العيش البسيطة لأهله ولزوجه ولنفسه، هذا أمر. لكن دراسات موثوقة ويعني علمية لا يوجد على الإطلاق، ولا من مصلحة أحد أن يوجه مثل هذه الدراسات، لكن نحن من خلال تواصلنا مع الناس ومن خلال يعني أخذ شرائح كثيرة في كل حول قضية معينة نجد الإصرار رغم كل ما حصل للشباب العربي، الإصرار على الثوابت الوطنية والعروبية والإسلامية، هذا إصرار موجود. أسألك سؤال بسيط على يعني بسرعة، ما معنى أنه يصر الشباب بنسبة لا بأس بها أنه يصر على إقامة الصلاة مثلا؟ ما معنى ذلك؟ متمسك ببعض القيم. أما أن تأتي الإمارات لتفعل شيء ضمن مخطط، يعني المخطط هو أن تصرف الانتباه عن العناوين التي فيها قيم وفيها انتماء وطني وانتماء عروبي وانتماء إسلامي، تصرف الانتباه تماما. انتباه الشباب مقبل على وسائل التواصل الاجتماعي، مقبل على الدعاية، بلا شك يتأثر، فصرف الانتباه عن هذه القضايا الأساسية هذا أمر ممنهج وأمر مرتب، وهذه الدراسة تقع ضمن ذلك، أنه لا تضع أمامه خيارات فيها تحريك العنفوان العروبي، فيها تحريك العنفوان الإنساني لنيل الحرية. نحن ما زلنا في سياق الحديث عن التأثيرات التي مست الشباب العربي، لو أذنت لي أن أذهب إلى الجزائر مرة أخرى أستاذ يحيى، هذه التأثيرات ربطا بالحديث عن التأثيرات، هل يمكن القول إن تأثير ما يحصل من تفاعلات سياسية أمنية عسكرية اقتصادية اجتماعية في المنطقة العربية انعكس على أولويات هؤلاء الشباب، امتد إلى هذه الأولويات بحيث أنها تبدلت تحت ضغط الواقع وقسوته؟ يعني سؤالك مرتبط لربما بما تفضل به ضيفك الكريم، ويعذرني أن أختلف معه جزئيا. حقيقة لما نشير إلى مسألة تحسين الظروف المعيشية وغيرها ومسألة القيم الموقف من فلسطين وغيرها، طبعا هذه القضايا ليست متناقضة ومتعارضة مع بعضها البعض. يعني من يطالب بتحسين ظروفه المعيشية ليس بالضرورة أنه ضد فلسطين وضد قيم مجتمعاته. طبعا هو يعني هو أستاذ يحيى حتى يعني ضيفنا في الاستوديو لم يقل هذا، هو قال بأن الدراسات التي كانت قدمت للشباب العربي مثلا كانت موجهة ولم تطرح قضية فلسطين وقضايا القيم الكلية في الوطن العربي، فهو لم يقل بالتعارض، حتى فقط يعني أبين. تفضل. أكيد يعني أنا سمعت جيدا، لكن عطفا على ذلك هناك ظواهر تشير إلى هذه القيم ومشكلات يجب أن نعالجها، مثلا ظاهرة الإلحاد في بين الشباب الشباب العربي بشكل عام. ظاهرة الإلحاد لاحظنا في السنوات الأخيرة بدأت تطفو إلى السطح، هذه الظاهرة وفعلا هي موجودة، ليست مختلقة. هناك إذن أزمة في العلاقة مع المؤسسة الدينية، المؤسسة الدينية التي أخفقت في الكثير من المواقف، سواء باتجاه المتطرف في وظاهرة التكفير أو ذلك. طيب المنبطح. طيب أستاذ يحيى، هذا معذرة، هذا مرتبط بالحديث عن الآثار، ربما هذا انتهينا من الحديث عنه، لكن أنا سألتك ربما عن الأولويات، هل هذه التحولات أثرت على أولويات الشباب العربي؟ بمعنى أنه قبل هذه التحولات، قبل عقد من الزمان، كان الشباب العربي مجمعا تقريبا على أولويات معينة، هل تغيرت هذه الأولويات؟ أكيد هناك تأثر بهذه الأولوية. مثلا هذه الأفكار، المسائل القيمية، المسائل المواطنة والوطن والتضحية من أجل الوطن وغيرها من هذه المفاهيم والتي كانت سائدة في المرحلة السابقة، الشباب الآن الكثير من الشباب تجاوز هذه المرحلة، بالعكس مثلا الآن الذي يتحدث عن الوطنية بالنسبة لهم هذه الأنظمة الحاكمة والنخب الفاسدة التي تنهب الأوطان هي التي ترفع شعارات الوطنية، بالتالي الآن هم هناك في زحزحة لهذه الكثير من القيم. لا أقول أنها أصبحوا ضدها، لكنه أصبح يدرك جيدا، الآن هذه مرتبطة بالوعي السياسي، أصبح يدرك جيدا أن اللعب على وتر الهوية
وغيرها من القضايا القيمية، هو مجرد توظيف من النخب الحاكمة لبقائها واستمرارها. لذلك هو يضع هذه الكثير من القضايا يضعها جانبا ويطالب بالمسائل الحقيقية المتعلقة بالعدالة في التوزيع والتنمية ومحاربة الفساد. إذن هناك هذه أولوية، وأنا أعتقد هذا وعيا من الشباب، وليس أنه معارض أو أنه يعني يحاول أن يتبرأ من قيمه، لكن على العكس إن هو يدرك جيدا أن هذه المواضيع مفصول فيها وليس لها علاقة مباشرة، مثلا فكرة العدوان الخارجي والخطر المؤامرة الخارجية وغيره. نعم. أدرك الشباب كله أن مثل هذه القضايا أصبحت توظف بطريقة مبتذلة من النخب السياسية، بالتالي هو أولويته، لما نقول نعم. أولويته الآن بتحسين ظروفه بالعدالة وغير والديمقراطية وغيرها، ومسألة الحريات وكل ما يرتبط بهذا، لأنه يدرك حقيقة أن هذه الأولوية الأساسية وأن القضايا الأخرى تتفرع عنها. طيب حقيقة على الأقل نعم أستاذ أسامة، وضحت الفكرة. يعني الآن الأمر واقع، أين حديث الهوية والقيم العربية مما يحصل في الوطن العربي؟ الآن نلاحظ أن الانتفاضة أو الحراك في الشارع المصري هو حراك مرتبط بأكل العيش، مرتبط بموضوع أبنية إسكان، موضوع الإسكان، موضوع هدم الأبنية. في العراق المظاهرات الكبيرة التي شهدناها كانت غالبها تركز على مبدأ وطني بحت صرف. في اليمن الشباب الذي يتضور جوعا لا يريد أكثر من ملء معدته. أين غابت من خطاب الشباب العربي مسألة القيم العليا للأمة العربية، الوحدة العربية، التكاتف العربي، الحفاظ على الهوية العربية؟ كيف يمكن تفسير هذه الظاهرة؟ أنا سأوصل الفكرة إن شاء الله. القضية الأولوية المعاشية لا، أنا في تقديري أنا لا أضعها ضمن إطار حديثنا في هذه الحلقة، لأنها أمر بدهي. نعم واضح، على قيد وضحتها. الحال هذه الأولوية المعاشية، لكن بعيدا عن الأولوية، يعني عندما يشبع ستجد منه من أروع ما تتخيل، أكثر مما تتخيل. عندما يشبع هذا أمر هو مهدد اليوم، وجوده مهدد من قبل يعني من هم أدوات داخل البلاد ومن يعني الدول الأخرى التي تستثمر هذه الأمور ضد الشباب. أقول لك أمر، بدون استثمار أستاذنا الحبيب، بدون استثمار، بدون وجود إطار تنظيمي صادق ويتبنى الشباب، بدون بين قوسين جبهة إنقاذ تضع برنامج سياسي وتضع لهذا الشباب طريق واضح وتحاول تحريك الشباب على العلن بدون شكل سري وبدون عنف، تحاول أن تضع أمور منظمة وتوجه الشباب إلى القضايا التي فيها القيم. أما القضايا المعاشية فهي قضايا لا بد أن تحصل ولا بد أن يعيش ولا بد أن يحصل على الكفاف. لماذا اختفى موضوع الهوية؟ هل اختفى تحت ضغط الواقع المادي؟ لم يختفي على الإطلاق. هناك عملية تجويع في مصر، تفاصيل أنت تعلمها، قضية التجويع وقضية الأسعار والغلاء، قضية يعني الضغط على المواطن المصري. لكن عندما يصل إلى الكفاف ستجد الشباب العربي أشياء كثيرة جدا. المؤسسات كلها تحاربه يا ابن الحلال. لنقول النخب السياسي، الأحزاب السياسية هي ضد الشباب العربي في مجملها. المؤسسة الدينية التي ذكرها لها دور خطير سلبي ضد الشباب، لأنها إما مؤسسة موالية للسلطة أو ساكتة، وكل الطرفين يعني واحد أسوأ من الآخر. وأنت تعلم أن قضية المؤسسة الدينية عندما توعي الناس وعندما تفهم مثلا أنه يا أخي الصيام هو تدريب حتى لا الجوع يأسرك وحتى تبقى القيم أنت تتمسك بها، مو أنه الجوع يأسرك والمعدة تأسرك، وإنما يعني هناك قيم، هناك أمور كثيرة جدا. الأمر البدهي في القضية المعاشية لا تتحدث به هو أمر لا بد أن يحصل، لا بد أن يعيش حتى نجد منه كما وجدنا. تفضلت أنت في العراق، في العراق تجاوزوا الطائفية. أنا كنت في العراق لعشرات السنين وأقول لك لم أتوقع على الإطلاق أن يكون هناك تجمع شبابي كما رأينا يتجاوز الطائفية. والله لم أحلم حتى بالأحلام أن يكون هذا أمر واقع، أمر واقع فوق العجب، فوق العجب، رائع جدا. خصوصا أن التظاهرات كانت في المناطق الخاضعة للميليشيات. أنا أتكلم عن الشيعة، أتكلم عن شباب الشيعة، أتكلم عن هذه الانتفاضات التي رأيناها. هذا أمر خطير. وأيضا استخدموا كورونا من أجل إيقاف هذه التجمعات وإيقاف هذه المظاهرات وإيقاف هذا الحراك. نحن أمام شياطين الإنس وليس شياطين الجن. طيب.
كلهم يستهدفون الشباب العربي. لذلك أنا أرى أن هناك لابد من وجود إطار تنظيمي يقوم بخطوات متتالية ملحمية يستخدم الشباب ويوعي الشباب، خطوات متتالية ملحمية. طيب يعني سأتي يعني إليك الحديث عن هذا لو أذنت لي، لكن أريد أن أذهب إلى الجزائر بشيء من الاختصار. أستاذ يحيى، ما طبيعة الصعوبات والتحديات التي تواجه الشباب العرب في تحقيق تطلعاتهم وأولوياتهم، سواء كانت على المستوى المعاشي الوطني أو حتى على المستوى القيمي الهوياتي المتعلق بالمجموعة العربية؟ يعني لربما من وجهة نظري تقريبا أهم مشكلة هو هذا الفارق الجيلي والتواصل بين الأجيال. هذا الشباب الحالي هو جيل يعني كما يقال معروف بحماسته، حماسة الشباب، والأجيال الأخرى أنهكتها أيضا لديها خبرة تجربة، هي في النهاية راكمة تجربة، لأن الشيوخ الذين نتحدث عنهم الآن هم كانوا بالأمس أيضا شبابا وخاضوا تجربتهم واكتسبوا منها خبرات، والآن هم لديهم مواقف مما يفعله الشباب الحالي باعتبار تجربتهم السابقة. والشباب الحالي أيضا هو يعيش وقته أو مرحلته، وأيضا لديه خبرة تجاربه الحالية التي ربما في المستقبل أيضا ستنعكس، وهكذا. إذا مسألة التواصل بين الأجيال العربية وكيفية إحداث تغيير سياسي وفي واجتماعي وفي مختلف المجالات، أعتقد أن هذه المسألة هي التي تحتاج منا بحثا وبحثا عميقا لمعرفة ما هي السبل والأدوات التي تمكن من إعادة وصل الحلقات ببعضها البعض بين الأجيال، وليس بالضرورة دائما هدم التجارب السابقة، وإنما المراكمة عليها وتصحيح بعض اختلالاتها وأيضا والاستفادة من تجاربها وإبداع آليات جديدة من الشباب، خاصة أنه تتاح له العديد من الفرص كما سبق الإشارة، أنه متعلم، أن هناك التكنولوجيات التي تختصر المسافات والوقت وإلى ما لذلك. إذن العملية الاتصالية بين النخب بشكل عام، بين الشباب ومختلف الأجيال وحتى الشباب فيما بينهم، هذه هي التحدي الكبير الذي إذا ما تجاوزناه يمكن تكاثف الجهود والوصول إلى نتائج إيجابية للأمة العربية بشكل عام. طيب سأعود إليك أستاذ يحيى، لكن كنت تتحدث عن الحلول سيد أسامة، الحلول التي يمكن أن تنهض بالشباب العربي مرة أخرى والعودة إلى المبادرة وإنقاذه وانتشاره من حالة الإحباط التي يعيشها الآن، ما هذه الحلول؟ ما الخطوات؟ حلول منظمة من قبل كتلة منظمة، من قبل جبهة تواجه هذا العداء الخطير ضد الشباب العربي. أقول لك، والربط مثلا من ضمن الدعاية المنظمة التي يجب أن تتكرر في قضية أنتم تتعرضون للسرقة، هذا خطاب للشباب. منذ عشرات السنين دولنا دول غنية للغاية، أنت تتكلم عن الجزائر نفط وغاز، أنت تتكلم عن سوريا، لم يكن أحد قبل الثورة السورية العظيمة لم يكن أحد يعلم أن الطبقة الفاسدة التي استولت على سوريا تسرق 2 مليون برميل يوميا تصدر سوريا منذ السبعينات والثمانينات، وقفز الرقم إلى 2.5 مليون بعد اكتشاف حقول دير الزور. 2.5 مليون، يعني مثل الكويت، سوريا التي لم يبقى في أي عائلة إلا وأرسلت أحد أبنائها ليعمل في دول خارج سوريا من أجل المعاش. نحن العراق ليس فقط نفط، ليس فقط المياه، ليس فقط كل الثروات التي يمكن عقلك أن يتخيلها، زراعية وصناعية ونفطية وكذا، موجودة في العراق. وسرقت اليوم كهرباء لم تنتظم منذ 2003 إلى اليوم، ولكن الوعي موجود طبعا. السودان مثلا، تتكلم عن سلة الخبز العربية التي هي السودان، تتكلم عن عدد أبقار في الثروة الحيوانية يجاوز بعشر أضعاف هولندا اللي هي الأشهر في ثروتها البقرية والمنتجات. يعني نحن نتكلم عن دول غنية، لابد أن نربط أمام الشباب العربي أنك تسرق، لا حاجة لأن تذهب لأوروبا ولا أن تخرج من بلدك، يجب عليك أن تواجه السارقين كما يواجه الآمن في بيته السارق الذي يدخل إلى بيته حتى لو بالسلاح. هذا سارق، سرق الثروة بشكل مريع. طيب، والتفاصيل كثيرة. لذلك هذا الربط يحتاج إلى دعاية منظمة، يحتاج إلى خطاب. أنا أخذت مثال كيف نخاطب الشباب لأنه هو جزء مهم
في تحريض الشباب ليتوجه باتجاه يربط بين المعيشة التي قلنا أنها من الأولويات البديهية، بين المعيشة وما بين القيم، لأن عندما يواجه الظلم ويواجه السارقين خلاص دخل في إطار القيم. طيب سأعود إليك أستاذ يحيى. الآن حركة التغيير في العالم تسير بخطى متسارعة جدا، بينما هذه الحركة والعمل في الوطن العربي يسير ببطء كبير جدا. هذه المقارنة المفزعة بين سرعة التغيير في العالم وبطئها في الوطن العربي، إلى ماذا تعني لمستقبل ملايين من الشباب العربي الطامح إلى التغيير والارتقاء برأيك؟ يعني للأمانة تعني يعني لربما سيناريوهين للأسف. إما زيادة تقريبا من حيث مبدأ هناك إحباط كبير جدا، وسيتزايد هذا الإحباط مقارنة لما هذا الشباب لما يعني من خلال التكنولوجيا يدرك المدى أو المجال الذي وصلت إليه المجتمعات الأخرى وواقعه المتردي والذي يزداد ترديا، وهذا سيدفع إلى إحباط أكثر. ومنه للأسف هذا ما نتخوف منه كثيرا، أننا ستحصل هناك محاولات تغيير أخرى لكنها ستكون عنيفة وأكثر عنفا من السابقة، وهذا ما نخشاه على مجتمعاتنا العربية، لأن الإحباط كبير جدا ولا توجد مؤسسات، لا توجد نخب. الآن الشباب ليس له كما في المراحل السابقة كانت الاحتجاجات مؤدلجة وعن طريق أحزاب أو حركات دينية وغيرها. الآن الشباب هذا يرفض فكرة المؤسسة، بالتالي لا يوجد من يؤطره، وهذا الشباب إذا ما ثار على واقعه دون أي وجود أي إطار تنظيمي فلا شك أن الفوضى ستكون أكبر بكثير، وهذا ما نخشاه. لذلك نأمل من النخب الحاكمة والنخب السياسية وكل الفاعلين في مجتمعاتنا أن تدرك هذه المخاطر المحدقة بالمجتمعات العربية وتجنبها المخاطر الفوضى ومخاطر العنف من خلال فتح المجال لأدوات التغيير السياسي وإعادة الثقة. هل يمكن التغيير السياسي بطريقة سلمية، بطريقة التظاهرات في المنطقة العربية برأيك؟ يعني للأمانة كما أشرت سابقا النخب الحالية، النخب الحاكمة الحالية أكدت أكثر من مرة أنها ترفض الخروج بالأدوات السلمية وأنها سرعان ما تلتف عليها. وهنا التحدي، هل الشباب وإما لديه سيبقى أمنهم متمسكا بالأدوات السلمية مثلما يعني وهناك التجربة السورية والتجربة اليمنية والتجربة الليبية وما آلت الفساد وما أدت إليه، عفوا ما آلت التغيير العنيف وما أدت إليه، أم أنه سيفقد الأمل في كل أدوات التغيير السياسي ويلجأ إلى العنف؟ يعني كل السيناريوهات كلها مفتوحة، والفعل الاحتجاجي لا يمكن توقعه ورصده، وأيضا حتى وضع حدود له. طيب في ظل ثنائية الحديث عن الأولويات والتحديات، برأيك أي مستقبل ينتظر هؤلاء الشباب العربي؟ هل انحاز الشباب العربي إلى الاستقرار خوفا من المصير السوري أو اليمني أو الليبي؟ لا عفوا، حتى المصير السوري يعني يحتاج تفاصيل. الثورة لم تفشل، الثورة مستمرة، أنت تعلم كل الدول الاحتلال أصبحت في بلادنا، الإيراني الروسي إلى ما هنالك. لكن أنا أقول لك أن الأمور لا يمكن بالتوسل والاستجداء من ليست نخب وإنما من الأقليات الحاكمة، ليست أقليات طائفية إنما أقليات احتكرت السلطة والثروة وكل شيء، إن كان في الجزائر، في مصر، في سوريا، في كل دول. ليس الأدوات لن تكون بالتوسل والاستجداء. أنا أقول لك لابد من وضع خريطة أمام الشباب العربي، وضع وربط الأمور، ربط هو هنا الكلام. يعني مثلا عندما نطلب من الأحزاب السياسية المعارضة أو الموالية في أي دولة أن تخرج بتجمع يخاطب الشباب العربي من أجل خطوات أنا سميتها ملحمية متتالية من أجل الخلاص والإنقاذ، وهذا لن يكون، لأن معظم النخب السياسية التقليدية هي مجرمة في الحقيقة، إما بالموالاة سرا أو علنا أو بالسكوت والنفاق أو الخوف. لذلك هؤلاء لا يعول عليهم، لابد من أن يكون هناك إطار تنظيمي يخرج من مجموعة من الشباب يلتم حولها، الآخرون يلتمون من حولها، تضع برنامج واضح، تضع حراك،
وهو ذكر أمر الحقيقة كنت أنا أريد أن لا أذكره، قضية العنف أنا ذكرت تلميحا أنه والله هناك مسلح يدخل إلى بيتك لينال من ممتلكاتك وليغتصب أهلك، ماذا تفعل مع مسلح؟ مع مسلح لا يوجد إلا سلاح الدفاع عن النفس في كل الشرائع، أمر مشروع. لذلك قضية أن يكون هناك برنامج وجدول تدريجي يخاطب الأقليات الحاكمة الغاشمة لتزول، لتجري انتخابات حقيقية إلى ما هناك، ثم بعد أن يأخذوا هذه الفرصة ثم يكون هناك حراك أقوى وأشد، وإذا استخدم السلاح ضد الشباب العربي لابد أن يرد ولا بد أن يدافع عن نفسه وأن ينتبه إلى القضايا الأمنية التي تحرص كل الأقليات الحاكمة أن تخترق الشباب بمجموعة من المخابرات، وإلى ما حصل في الجزائر وفي سوريا وفي كل مكان. أشكرك شكرا جزيلا مشاهدي الكرام. ختاما أشكر ضيفي الكريمين في الاستوديو، الأستاذ أسامة الملوحي رئيس هيئة الإنقاذ السورية، وعبر سكايب من الجزائر الأستاذ يحيى بوزيدي أستاذ العلوم السياسية في جامعة سيدي بلعباس. كل الشكر لكم على كرم المتابعة، في حراسة الله، السلام عليكم ورحمة الله.